معلومة عن لبنان انت بنسبة كبيرة ما كنتش تعرفها قبل كده. لبنان تعتبر من اكتر الدول العربية اللي فيها طوائف كتير جدا، وحسب المادة 24 من الدستور اللبناني مقاعد البرلمان تنقسم بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وتنقسم نسبيا بين الطوائف في كل فئة من الفئتين. يا ترى بقى ازاي مقاعد البرلمان بتتقسم في لبنان؟ البرلمان اللبناني موجود فيه 128 مقعد، وال128 مقعد دول بيتقسموا ل64 مقعد للمسلمين و64 مقعد المسيحيين. ومش بس كده، ده كمان بتتقسم بين الطوائف. يعني عندك ال64 مقعد بتوع المسلمين بيتقسموا كالاتي: 27 مقعد للمسلمين السنة، و27 مقعد للشيعة، و8 مقاعد للدروز، ومقعدين للعلويين. وبالنسبة لل64 مقعد بتوع المسيحيين بيتقسموا كالاتي: 34 مقعد موارنة، و14 مقعد روم ارثوذكس، و8 مقاعد روم كاثوليك، و5 مقاعد ارمن ارثوذكس، ومقعد واحد ارمن كاثوليك، ومقعد واحد للانجليين، ومقعد الأقليات المسيحية. والنظام ده عليه جدل في لبنان، يعني في ناس في صفه وفي ناس تاني ضده.